نروح مره اخرى الملعب مباراه وزميلنا محمد توفيق ولقاء مع علي معلول لاعب النادي الاهلي. من جيل كابتن ايمن بنضم ليك، تحياتي ليك والمضيوف الكرام لكل جمهور النادي الاهلي. واحد من الابطال مش بس علشان المباراه النهارده، ولكن علي معلول من ساعه ما اتصاب قبل المباراه الاولى في القاهره انا معاكم في المعسكر وشايفك دقيقه بدقيقه بتحارب عشان تقدر تبقى موجود النهارده في بدايه اللقاء. الحمد لله الحمد لله، يعني نشكر الاطار الطبي على المجهودات الكبيره اللي عملناها على طول الفتره اللي اتصبت فيها. كانت فما مجهودات كبيره، كانت فما رغبه مني ومن الجهاز الطبي اني نكون موجود في المقابله. الحمد لله اليوم موجود ولعبت المقابله كامله وخرجنا لباس الحمد لله. اللاعب الكبير لازم يكون هو علي معلول، النهارده بتضيع ضربه جزاء في بدايه المباراه ولكن مع ذلك مكمل بنفس مستواك ثابت والنهارده من نجوم المباراه. الحمد لله، اولا نعتذر على ضربه الجزاء، لكن الحمد لله عوضناها وسجلنا هدف التعادل في وقت ممتاز قبل نهايه الشوط الاول بدقائق، اللي خلانا نرجع اكثر للمقابله ونكونوا موجودين اليوم في الدور نصف النهائي. جمهور النادي الاهلي بقى، يعني انت واحد من معشوقين جماهير النادي الاهلي، تقول لهم النهارده بعد الفوز ده وفي الظروف الصعبه دي؟ الحمد لله الحمد لله، هذه وسام على صدري، نتشرف انه نكون من اللاعبين القراب للجماهير بتاع النادي الاهلي. ان شاء الله نقول لهم ان شاء الله الف الف مبروك التاهل، ولازم تعرف الجماهير انه اللاعبين بتاع النادي الاهلي لاعبين عندهم روح وعارفين قيمه النادي وقيمه الفانله اللي هم لابسينها، ولازم يكونوا عندهم ثقه كبيره في اللاعبين هذم ان شاء الله اللي قادرين باللقب الثالث على التوالي ان شاء الله. انجاز تاريخي اعتقد كلكم حاطينه، ثلاث بطولات على التوالي ما حدش عمله قبل كده، بس النادي الاهلي هو اقدر حد يعمل يعني الريكورد دوت ويحقق ثلاث بطولات على التوالي وكمان البطوله 11. ان شاء الله ان شاء الله ناخذ المقابلات مقابله بمقابله، وان شاء الله عندنا اهدافنا ان نكون موجودين للمره الثالثه في النهائي وننتصر ان شاء الله، اللي خلينا ان شاء الله نزيد نلعبوا سوبر ونلعبوا كاس عالم للمره الثالثه على التوالي. هذا ما يتطلب كان مجهودات ويتطلب مسانده كبيره من الجماهير وتكون ديما سند كبير للاعبين، هذا اللي تعودنا منه من جماهير النادي الاهلي، وان شاء الله نكون عند حسن الظن وان شاء الله ديما مشرفين النادي الاهلي وان شاء الله ديما جماهير فرحانه، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير باذن الله. شكرا يا علي، ودايما بتمنى لك التوفيق ودوام الصحه باذن الله. حبيبي تسلم، شكرا. كابتن ايمن الفرحه حلوه طبعا، حضرتك شايف يمكن كمان صعوبه المباراه والاجواء اللي كانت فيها مخليها الفرحه كبيره جدا، والنادي الاهلي يستحق وان شاء الله مكملين وان شاء الله ناخد البطوله الثالثه على التوالي وتبقى ال11 في تاريخ النادي الاهلي. كلمه لحضرتك يا كابتن ايمن. اجواء الفرحه اجواء حلوه فعلا، وكان معانا علي معلول نجم من نجوم مباراه اليوم.